فدك بين السنة والشيعة، كتاب جديد للباحث رامي عيسى بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، طرح علمي مبسط يوضح عقيدة أهل السنة والجماعة في قضية أرض فدك وخرافات الرافضة التي يروجونها بين أتباعهم، ردود علمية من القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة وأقوال الصحابة الكرام. فدك بين السنة والشيعة تجدونه في معرض القاهرة الدولي للكتاب بدار الأمل للطباعة والنشر، صالة رقم 4، جناح رقم C15. وغفر الله لشيخنا ومشايخه والمسلمين جميعاً.